بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم من سباقات الهجن العربية الأصيلة في صباح هذا اليوم الخميس الموافق 19 من يوليو لسنة 2012. وهذه المكرمة الصخية الذي عمت جميع ميادين الدولة، مكرمة سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. انطلق منذ لحظات الشوط الأول الرئيسي مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الشوط الخاص بالحجايج البكار لمسافة 3 كيلومترات. نسير مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الرقص الصباحي الجميل وأرى الشاهينية على المقدمة حميد بن سالم بالقوبع في متابعة الشاهينية. تليها في المركز الثاني الشاهينية منصور بن سعيد بن منانة أيضا متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. ومع المركز الثالث الشاهينية بشعار سعيد بن خليفة بن رشيد، بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التحديات مع الشاهينية سعيد بن محمد بن مروشد يعلن انطلاقة الشاهينية. مع المركز الرابع خامس التحديات من الجانب الآخر الشاهينية ومطر بن راشد بن مفتاح الشامسي اللي يعلن انطلاقة الشاهينية مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للخمس المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع المقدمة. الشوط الأول، الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، الكل يطمح للمشاركة وانتزاع النقطة الأولى في هذا الصباح الجميل. والشاهينية من تحدد مسار هذا الشوط مع الانطلاق الجميل والتحديات الرائعة. سعيد بن محمد بن مروشد من تابع الشاهينية مركز بن محمد مع الانطلاق الجميل اللي تقدم الشاهينية، وهي تنفرد بناموس هذا الشوط بدون اي اوامر حتى هذه اللحظات. نتابع المركز الثاني وارى الشاهينية سعيد بن خليفة بن رشيد متابعا لانطلاقة الشاهينية. المركز الثالث الشاهينية بقيادة منصور بن سعيد بن منانة من يتابع الانطلاق الجميل والتحدي الرائع. ومع المركز الرابع ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع سمحة لعبيد بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقة سمحة اللي تدخلت بدورها في هذه اللحظات وانطلقت مع المركز الثالث، ولكن نعود مع الصدارة مع لوحة الكيلو المتر الأخير مع التحديات الجميلة مع الانطلاقات الرائعة مع الشاهينية اللي بدأت تباعد اللي بدأت تباعد المسافة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية على صدارة هذا الشوط مع التحدي الجميل مع الانطلاق الرائع. سعيد بن محمد بن مروشد من يتابع الشاهينية، على فكرة لم تذق طعم الهزيمة مع بداية هذا الموسم مع الاندفاع الجميل والتحديات الرائعة، وها هي تنفرد بناموس هذا الشوط وبدون اي اوامر بدون اي اوامر حتى هذه اللحظات. الخطورة من الشاهينية لسعيد بن خليفة بن رشيد مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. وصلت ايضا التحديات في هذه اللحظات مشاهدينا، غزوة لسعيد بن معيوف الدرعي يتدخل في اللحظات الأخيرة، ولكن ال500 متر النهائية. نتابع الشاهينية. أسعد الله صباحكم يا هالي ند الشبة مع الأداء الجميل اللي تقدمه الشاهينية، وها هي تعلن الانطلاق الجميل التحدي الرائع في اللحظات الأخيرة. مشكور يا متعب المضمرين، يا سلام داعم هذا الشعار محمد بن مروشد أيضا في البداية تهانينا مع الأداء الجميل اللي تقدمه الشاهينية، وها هي تنفرد انفراد أيضا ذاتي في اللحظات الأخيرة. تهانينا تهاني لسعيد بن محمد بن مروشد على فوز الشاهينية بالمركز الأول. قامت رأس وانهت الشوط رأس بالفعل. تهاني لسعيد بن محمد بن مروشد اللي وصلت في المركز الثاني، لسعيد بن خليفة بن رشيد المركز الثالث، لسعيد بن معيوف الدرعي المركز الرابع، لعبيد بن سلطان بن رشيد او عفوا لعبد الله بن كعيب اللي وصلت في المركز الرابع، والمركز الخامس لمنصور بن سعيد بن منانة. نعود بالتهنئه لسعيد بن محمد بن مروشد على فوز الشاهينيه بالمركز الاول. قطعت مسافه في فتره زمنيه مقدارها
سعيد بن محمد.